كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقف سهامك قبل أن ترميها. وفتح اليوم هو فتح سمرقند وحصار الصين. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. إنه القادر على الجليل والجلل. أنا من بلغت عنه وقد عاينتني فدع السماعة، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. فخرج رجل واحد اسمه قتيبة بن مسلم، رجل واحد لكن قلبه مفعم به جزوة نار لا تخبو، جواده من تحته لا يكبو، سيفه في غمده لا ينبو. خرج قتيبة رجل واحد، جدكم يا معشر المسلمين، احنا حليلات كسرى بالصوت سوق الغنائم، نبينا من صنعنا حماة مجد أكارم، نبينا شمس حق أضاء وجه العوالم. وإليه عبد الملك مغضبا وهو يموت، ثم قال إليه، ثم نظر إليه وقال: تحن حنين الجارية؟ تبكي كالنساء؟ تحن حنين الجارية؟ اذهب الآن فاجمع إخوتك واجعل الأمور عند أقرانها، والبس ثياب النمور، كن الآن رجلا، ثم عليك بالحجاج أوصيك به خيرا فإن ولاءه لنا. قال: أيها الأمير، لقد أقسم قتيبة أن يوطي أرضكم بسنابك فرسه، وأن يضرب عليكم الجزية، وأن يختم ملوككم في أعناقهم. فنظر الرجل إليه مرتعدا وقال: إذن نخرجه من يمينه، لا بأس، إذا أراد تراب أرضنا أخرجنا له زنابيل فيها تراب أرضنا فيطأه بفرسه، وإذا أراد أن يختمنا أرسلنا إليه أبناء ملوكنا وأبنائنا حتى يختمهم في رقابهم، وإذا أراد أن يضرب الجزية دفعنا إليه ما شاء وبأي قدر شاء وكما يريد قتيبة. إن الكفر ملة واحدة وخلق واحد وهيئة واحدة، لا سيما إذا صلت عليهم أيها المؤمن بدينك. قال قتيبة: لا والله، لا والله، لا أترك رجلا روع المسلمين مرة واحدة، والله لو لم يبق في عمري إلا ثلاث كلمات لأمرت بقتله. ثم التفت إلى جنده وقال: اقتلوه، اقتلوه، اقتلوه. فضربوا الرجل في عنقه فكأن الرجل قد خلق بغير عنق أصلاً.